بحضور سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيجة الخليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة، أقيم حفل ختام النسخة الأولى من برنامج انطلاقة الذي يستهدف أبناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. وبهذه المناسبة أكد سعادة الشيخ علي بن خليفة بن محمد الخليفة الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية أكد أهمية إطلاق مبادرات نوعية تحتضن الناشئة والشباب بهدف الارتقاء بطاقاتهم وقدراتهم. من منطلق الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ومعهد الإدارة العامة، تم اختتام برنامج انطلاقة الذي أطلق العديد من المبادرات النوعية لأبناء المؤسسة لتبني إبداعاتهم وقدراتهم وصقل إمكاناتهم لانخراطهم في سوق العمل. هذه التعاون الأول مع معهد الإدارة العامة اللي احنا كلنا سعيدين بهذه التعاون وفخورين اللي وصلوا فيه أبنائنا من المهارات والدورات اللي تعلموها في البرنامج، وتماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة وتوجيهات سعادة الأمين العام ان احنا نهتم في أبنائنا الشباب، نمكنهم ونأهلهم على أساس ان يكونون مستعدين حق سوق العمل. برنامج انطلاقة طرحه معهد الإدارة العامة بالشراكة مع المؤسسة الخيرية الملكية للأعمال الإنسانية، وبالتحديد لفئة الشباب اللي هم أبناء المؤسسة، هدفه أنه يأهل ويطور الشباب لسوق العمل ويزودهم مجموعة من الخبرات والأدوات اللي تساعدهم في سوق العمل. البرنامج يتكون من شقين، الشق الأول عبارة عن التدريب النظري في القاعات التدريبية، والشق الثاني التدريب العملي في أحد جهات القطاع الخاص. ويتضمن البرنامج أيضا اختبارات ميول مهنية تساعدهم في تحديد ميولهم المهنية، مجموعة من جلسات التوجيه، وأيضا اللي يميز البرنامج وجود مشاريع مطلوبة من المتدربين أن يطرحون مبادرات في جهة العمل اللي اشتغلوا فيها. برنامج تدريبي متكامل يواكب التوجه الحكومي يعمل على تطوير الكوادر الوطنية الشابة في سوق العمل وتأهيلهم لقيادة حركة التطوير والتنمية في منظومتي القطاع العام والخاص. برنامج انطلاقة ضاف الكثير من المهارات والخبرات، دشينا عدة دورات ضافت لنا وايد أشياء من الخبرات من المهارات، في نفس الوقت خلتنا ندش يعني نبتكر فكرة تساهم في تحسين توجيهة العمل في الشركة اللي يعني حصلنا فرصة نشتغل فيها، وجربنا شعور الموظف وشلون احنا ممكن يعني نستخدم هذه المهارات في بيئة العمل اللي اشتغلنا فيها. برنامج انطلاقة يأتي ضمن سلسلة من البرامج التي تجسد رؤية الحكومة الموقرة لتمكين الشباب وإعدادهم نحو المستقبل باعتبارهم الركيزة الأساسية للتقدم والتطور والاستدامة.